الأخ أبو علي يقول: أرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله كلمة توجيهية لأصحاب الحملات في وقتنا الحاضر، لأنهم يستفيدون من توجيهات الشيخ. نعم، على أصحاب الحملات أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يتخذوا الحملات مصدر للارتزاق فقط، وإنما يرفقوا بإخوانهم، وأن يمكنوهم من أداء المناسك على الوجه المطلوب، ولا يشق عليهم أن ينزلوهم في منى، أن يمكنوهم من المبيت في أن يمكنوهم من الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، أن يمكنوهم من المبيت في المزدلفة معظم الليل، أن يمكنوهم من المبيت في منى ليالي أيام التشريق، وهكذا يعينوهم من على أداء المناسك، ولا يتلمسوا لهم الرخص وقول فلان وعلان لأجل أن يتوفر لهم المال، بل عليهم أن يوفوا بما تعاقدوا عليه مع الحجاج، ولا يبخسوهم شيئا، لا يطمعوا في أموالهم ولا ينقصوا شيئا من مناسكهم لأجل أن يستفيدوا من المال والتوفير.